سعد الله مساكم ويا مرحبا فيكم في قناتنا مرة ثانية، وسامحونا على الغيبة هذه إن شاء الله، والغيبة هاي تكون إن شاء الله آخر شيء. بس شوفوا اليوم شو جايب لكم، شيء سبيشل ما في داعي، يعني أنتم تشوفون بروحكم قدامكم. الأول مرة فراري تنزل سيارة فورويل، طبعا فراري وفورويل هاي لازم نحن نجربها ولازم نشوف شو وضعها ونخبركم عنها بالتفاصيل. طبعا كل هذا بس لازم نسويكم أول شيء بيرول، وبعد البيرول إن شاء الله نباكم يعني تكونون جاهزين ونتكلم عن السيارة بتفاصيلها. سيارة يعني أقدر أقول لكم أنه يعني شيء مش طبيعي، 12 سلندر 6.5 لتر 725 هورس باور، 6.5 لتر 12 سلندر و RPM 7750، شيء مو بشوية نقدر نقول. نباكم بس تابعون وخلكم جاهزين وعلى المونتاج وراجعين. اتمنى بس المونتاج عجبكم. يوم تشوف السياره هذه صح ان السياره تشوفها اربع ابواب، هي ما يبين عليها اربع ابواب، بس يوم بتشوفها بتعرف ان هذه فراري، ما في شك في هالموضوع. هذه لا مش شعارات ومن الديزاين شكل السياره نقدر نشوف انه قريب من الفرايات الثانيه اللي هي ان كانت 296 ولا ان كانت الاس اف 90. الديزاين من قدام والفتحات تقريبا شيء معروف. الشعارات هذه طبعا يبين ان هاي السياره فراري بدون أي شك. السيارة هذه أهم شيء فيها نقدر نقول، نبدأ في المحرك. المحرك 12 سلندر 6.5 725 هورس باور يا جماعة، والصوت يعني ما في داعي نتكلم عن الصوت، طبعا في التست درايف تسمعون صوت السيارة، صوت 12 سلندر من فراري اللي هو معروف أو مشهور. شوفوا بس انتم، شوفوا الديزاين واجهه السياره بس من قدام، ترى كل هالامور هذيله كلها حق الايروداينامك، ما في شيء هني حق لعب، ما في شيء حق شكل، ما في نقدر نشوف ان اماكن شبك او شيء مسكر او ديزاين، فراري ما عندهم هالامور هذيله، كل شيء فانكشنال، كل شيء محطوط لسبب مش محطوط على الفاضي، ان كان هالفتحات هذيله يدخلن هو حق الفلاتر وحق الماكينه، وان كان الفتحات اللي تحت الاويل كولر والشغلات الثانيه والراديتر والامور هذيله كلهن حق ايروداينامكس، ويساعدن حق ثبات السياره. السياره هذه توب سبيد مالها 311 كيلو. شوف يا جماعه هذا القلب مال فراري البرو سانجوين، 12 سلندر 6.5 لتر 725 هورس باور نفس ما قلنا. هذا شيء يعني مو بشويه ترى، ابدا مش شويه. سياره ناتشرلي اسبريتد يعني بدون توربو بدون سوبر تشارجر بدون اي تدخل كهرباء، يعني سياره ما فيها لا مايلد هايبريد ولا هايبريد ولا بلاجن هايبريد ولا اي شيء. يعني حال الاي 12 جي تي اس او سوبر فاست. 12 سلندر بروحها. شوفوا بس ديزاين الماكينه طبعا نفس ما تعودنا حتى في السياره الفور ويل الفراري ركزوا على الموضوع هذا. الماكينه قاعده تحت وداخل، ليش؟ هذا كله عشان سنتر اوف جرافيتي. هالشيء هذا يساعد على ثبات السياره بشكل يعني كبير جدا. الديزاين هذا يعني مش طبيعي، والفلاتر نفس ما تعودنا على الفراري، الفلاتر يكون تحت الماكينه مش فوق الماكينه، ليش؟ عشان دخله الهواء وديزاين الانجن دوم عند الفراري كذي، هذا يرفع هورس باور ويعطي ار بي ام زياده حق هالسياره هذه. شيء يعني خبرة 75 سنة الجماعة حاطينها في هالسيارة هذه، شيء مو بشوية. تكلمنا عن هالسيارة وتكلمنا عن الايرودينامكس مال السيارة هذه. شوفوا الويل ارشز هذيلا. السيارة يوم يدور التاير هذا السيارة تبدأ ترتفع، يخف وزنها. فيقول لك كل ما تسرع كل ما تحس السيارة أخف. بس في فراري هذا شيء مش موجود، ليش؟ دخلت الهواء وطلعت الهواء مني تخلي السيارة أثبت نفس ما عرفنا. والبونيت هذا الكبير اللي شفتوه قبل شويه حراويناكم
ونفس ما تعودنا على كل 12 سلندر فراري، إن كانت F12 ولا كانت A12، الديزاينات الجديدة في فتحة نقدر نشوف الفتحة اللي هو يدخل هني ويطلع من هالصوب الثاني عشان يسوي بوش على السيارة أو يهوس على السيارة يخليها تثبت. فراري تكنولوجي يعني ما نقدر نقول شيء مش طبيعي يا جماعة. وشوف السيارة على الجنب، ديزاين جدا جدا سموث، نقدر نشوف انه ما في شيء اسمه دور هاندل، هذه هي بس عشان نبطل الباب. في نفس الوقت يوم يكون الباب مسكر ما في شيء يبين، وحتى يوم تشوف البروسانجوي من على طرف ما تلاحظ انه في باب ثاني الا القبضة هذه، وهذه بعد في نفس الوقت تراها تساعد على تانل مال الهواء، يعني يوم يمر الهواء في لها حركة، يعني حتى هذا استغلوه الفراري عشان يعدلون الاردنس. تهوس كذي يسحب الباب عندك، تكتشف انه في باب ثاني وفي كراسي وراء. يعني صراحة ما نعرف شو اقول. نقدر نشوف ان الديزاين مال البروسانجوي حتى من على الطرف يكمل على نفس الموضوع. تركيز في الاردنس يا جماعة نفس ما شفنا. ونقدر نشوف ان الويل ارشز هني هذيلا كاربون فايبر، حتى الدفيوزر كاربون فايبر، هذيلا يا جماعه كلهن اوبشن، هن ايين بلاستيك عادي، واذا تطلبهن القطعه كامله كاربون فايبر، ما تي يعني بلاستيك وملبسه كاربون فايبر، لا الفراري ما يعرفون هالسوالف هذيلا، القطعه كامله كاربون فايبر. طبعا كل شيء بسعره على حسب انت كم تدفع. نفس ما نشوف هني الرنقات، رنقات الكبار هذه للحجم الكبير، رنقات 23 ورا وقدام 22، هذه الاوبشنال بعد، نفس الديزاين هذا، نفس ديزاين الرنق هذا، تقدر تاخذه سيلفر، تقدر تاخذه اسود، ونقدر نفس ما نشوف قدامنا هذا الدايموند كاتويل، الدايموند كاتويل، ونقدر نشوف البراغي هذه بعد، هذه التيتانيوم وزنها اخف ويمسكنا الرنج أكثر. يعني حتى في الفورويل فراري يعني مش مستبخلين في هالأمور هذه، هذه كل الأوبشنات، وترم تحطن إذا أنت تبى، وإذا تحس أن الكوست غالي تقدر ما تحطن. طبعاً يوم بتشوف الفروسانجوي من وراء مستحيل أنك أنت تغلط وتقول هذه شو أو هاي شو نوع السيارة هذه. ليش؟ لأن السيارة قريبة من 296، اللي تار تقريباً نفس 296، زوزات مخارج أربعة، لأن السيارة نفس ما قلنا 12 سلندر فما يكفيها إلا أربع زوزات، والدفيوزر الكبير هذا يبين. وترى فراري كل شيء هني مش حاطينه عبث، الدفيوزر هذا يكسر هو عشان ما يسوي دوامة ورا السيارة ويسحب السيارة ويخليها صعب أنها يعني تاخذ توب سبيد. سيارة نفس ما قلنا 311 سيارة تبنت، ونقدر نشوف هني الجناح، والجناح هذا يا جماعة ترى أبدا مش عبث، في اشياء تحت براويكم اياهن. هني هالقطعه هذيله، هذه اللي يسوون شانل حق الاير، بعد يحركن اللي هو على كيف ما تبى السياره عشان تعدل في الايرودينامكس وما تخرب في ثبات السياره. وهذا الجناح الصغير هذا بعد مسواي بعد عشان يحرك الهواء. كل الاشياء والديزاينات في هالسياره هذه مع انها فور ويل وهم يعرفون يمكن انك انت ما بتوديها حلبه، بس هالامور هذيل كلهن مركزينها عشان يوم تسوق السياره نفس ما قالوا الفراري تستمتع في هالامور هذيلا. ونقدر نشوف الفتحات هني اللي تحت الليت هذيلا، هذيلا نفس ما قلنا فراري كل شيء هني مش محطوط عبث وفانكشنال، اللي هو يدخل يتكون من التاير ويطلع من هني عشان ما يسوي لفت يرفع السياره. السياره من داخل نقدر نشوف ان الفراري بروسانجوي نفس ما شفنا يعني ونشوف سيارة، يعني نقدر نقول انها very simple ودرايفر فوكس. كيف يعني درايفر فوكس؟ يعني هالاشياء هذه كلهن موجهات حق السايق، وما في ديستراكشن، وما في يعني ما تقدر تشل عينك عن الاشياء او عن الطريق. ليش؟ ان كل شيء قدامك. نفس ما تعودنا على الفراري كل الفراريات، وحتى هذه بعد الفور ويل فراري نفس ما قلنا انه ما استبخلوا في اي شيء في هذه السيارة. هاي السيارة يعني ساروا فيها في كل شيء. سكان نفس ما نشوف ان الديزاين ماله نفس الفورمولا 1 نفس ما تعودنا، كل الكنترولز كل التحكم في هذا السكان، ان كان في المانيتينو وتشغيل السياره ولا المشاش ولا كان الاشاير ولا اي شيء، الهرم ولا الامور هذه ما في. الاشياء اللي هني الستوك هذه اللي انت تضرب اشاره فيهن او يعني تتحكم في الليت او في الليت والسوالف، كل شيء هني الليت في الليت كل الامور هذه هني، تثبيت سرعه كلها هالاشياء هني. سيارة ما شاء الله عليها كل شيء فيها، سيارة وايد أشياء فيها، كنت تبى فيها مساج ولا كنت فيها تبريد
كل هالامور هذه. لا كلمه مساج هذه يعني اول مره اسمعها في الفراري، والتحكم جدا سهل. هذا الكنترول اول مره ينزل في الفراري، نقدر نشوف تحكم في الشزمه في الكرسي. اذا تبغى تعدل اللمبر تعدل الامور هذه، هذا المساج وهذا تبريد والتسخين. واذا تشوف انه شكله مش حلو تقدر تدق ويروح عندك. وتحكم بعد مال المكيف في نفس المكان، نقدر ندق على المكيف نتحكم فيه من هنا. بعد ما تعود على السيارة، انت اول ما تركب السيارة يمكن تشوف هذا الشيء صعب، بس اول ما تشوف اول ما تستعمل هذا الشيء هذا الموضوع جدا جدا سهل يا جماعة. حتى الكاب هولدر استوى موجود في الفراري، اشياء جديدة يعني نقدر نشوفها في الفراري. ركزوا على اشياء الراحة اكثر من اي شيء. وايرلس تشارج عندك، كاب هولدر هنا، والسد هاي نقدر نشوف فيها مخرجين تايب سي مجهزة. ترى السيارة يا جماعة ما فيها نافيجيشن مال المصنع، الحين اعتمدوا على ابل كار بلاي واندرويد اوتو. يعني اذا تبغى نافيجيشن في السيارة هذه لازم تشبك تليفونك، يا تشبكه بالواير يا تشبكه وايرلس. راح ايام انهم يصنعوا لك نافيجيشن ويحطونه في السيارة، كله الحين معتمدين على ابل او معتمدين على جوجل. الحين بشوف السيارة من ورا، لازم بعد طبعا سيارة فويل وفراري، فلازم نجرب المساحة اللي ورا. شيء جديد على فراري، بس خلونا نجرب. نتكلم عن السيارة هذه من خلف، يعني مساحة نقدر نشوف انها على طولي، انا طولي 180 يوم احط راسي، شوية عندي سبيس حق الهيدروم بس يعني نشوفه اوكي. وطبعا الكرسي يتعدل، ما اعرف كيف المسافات الطويلة، بس اللاج روم اوكي نقدر نشوف انه، حتى بعد الهيدروم اوكي. استوينا بعد نشوف كاب هولدرز، مكان حق الاكواب في الفراري حتى من خلف، صد شيء جديد. يا جماعة تسكير الباب، أنا ما خبرتكم عن تسكير الباب، ترى تسكير الباب ضغطة زر بس من الدقة خلاص الباب يسكر. نقدر نشوف الديزاين كيف هني، ديزاين السماعات، السماعات أول مرة بعدين أول مرة فراري تغيروا من جي بي ال إلى بيرمستر، هذا بيرمستر ساوند سيستم، شافوا أن بيرمستر صوته أحسن. وأنا أقول بعد هاي وجهة نظرية أن بيرمستر ساوند سيستم أحسن عن الجي بي ال. شوفوا بس الكربون فايبر، شوفوا الديزاين كيف مع السيارة، تكييف عندك هني وعندك هني، ما عندك مشكلة في تكييف حق الراكب الخلفي، شيء جميل صراحة. نفس قدام في تحكم ورا، هذا نطلع الفص الدايل هذا نتحكم فيه، كنا بنتحكم بالمكيف أو نتحكم بالكراسي اللي ورا، نفس الموضوع. ترى الكراسي اللي ورا واللي قدام نفس الشيء، فيهن تبريد وفيهن تسخين، يعني حتى الراحة فراري مركزين فيها حتى ورا. وهذا التحكم مال الجامات اليمين ويسار عشان تنزلها وعشان ترفعها. في مكان بعد حق التخزين هني، وايرلس تشارج، وبعد مخرجين تايب سي ورا، يعني اللي ورا ان شاء الله بيكونوا مرتاحين بعد بصوت 12 سلندر. نغمة الفراري مع اليلسة هذه، هذه توب يعني، تعتبر بيكون مرتاح ان شاء الله اللي ورا. وني الحين بتكلم عن السيارة في الخلف، دام تكلمنا عن السيارة وشرحنا عنها كامل من قدام ولورا، وسيارة طبعا فور ويل فراري اس يو في، لازم نتكلم عن المساحة الخلفية، شيء مهم. شوف المساحة الخلفية، هذه المساحة ترى يا جماعة ما بتحصلونها في أي فراري تقريبا، كانت لفراري ولا كانت 488 ولا شو ما تكون، هاي المساحة هذه رأي الفراري يدورها. فهذا الشيء أنت يوم تشوف فراري ترى شيء مش طبيعي. نقدر نشوف هذا سامانا، ما عليكم من سامانا، هاي الشنطة تي مع السيارة. هذه الشنطة يا جماعة في كل فراري، إن كانت بورو سانجوي ولا إن كانت أي فراري شو ما تكون، ترى هذه الشنطة فيها الكار كفر، كفر مال السيارة الأحمر مع شعار الفراري، ومع الشاحن مال السيارة، لأن السيارة لأن أي فراري كمبيوترات مالينها يتم شغالات. ترى السيارة تاخذ أسبوع أو أسبوعين ماكسيموم بعدين السيارة ترى تفضي. ليش؟ بتقول لي ليش يا حمد؟ لأن الكمبيوترات اللي فيها يتم شغالات 24 ساعة، لأن هذا النظام مال فورمولا 1. السيارة تقرأ سواقتك أنت والكمبيوترات ماليلها يتعدل على سواقتك أنت، فيتم شغالات حتى بعد ما تمن السيارة. فضروري أنك يوم ما تكون عندك فراري لازم تشبك الشاحن عليها، إذا أنت ما بتسوقها في خلال أسبوعين. إذا أنت بتسوقها في خلال يعني 3-4 أيام في مرة أمورك ترى طيبة، ما في داعي أنك تشبك أي شيء. ده
كان فراري بروسانجوين 12 سلندر نغمت هالسيارة ما شاء الله شيء مش طبيعي. تعرف الواحد يوم يشوف يعني او يسوق سيارة فورويل وصوت فراري 12 سلندر هذا الجميل هذا يعني شيء هذا اكسبيرينس غير 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 تركب الناس وعندك يعني مكان حق اللاجج السامان الامور هذه يعني هذا شيء جديد في الفراري. طبعا فراري ركزوا وايد وايد على السسبنشن مال هالسياره هاي نظام التعليق وايد مركزين في نظام التعليق مال هالسياره هذه. الجامبينات اللي على السياره هذه كل واحد منهم له تحكم خاص والجامبينات هذه له الكترونيات. في السيايير في شيء اسمه انتي رول بار يكون من بين الجامبينات عشان السياره تعلق لفات تكون اثبت. بس هاي السياره ما فيها ليش؟ لان الكتروني والسياره بروحها تتحكم وتعدل كل جامبين. الحين على سواقتي الحين ياسر سوق السياره كل جامبين قاعد يعدل السياره بالملي سكند عشان ثبات السياره هذه. وطبعا الصوت مش طبيعي يا جماعه مش طبيعي. في ثلاث وضعيات حق الجامبينات او السسبنشن مال السياره هذه. نحن متعودين على الفراري ان في فص يسمونه بامبي رود كل الفراري اونرز يعرفون هالامور هذيلا. فاول ما تحط المانيتينو على الريس ولا على السبورت تدق المانيتينو عشان يحول على البامبي رود. البامبي رود هذا يخلي الجامبين شويه ريف في الفاريات الثانيات. اما هذه لا وضع ثاني. في عندك ثلاث وضعيات اللي هي هارد وميديوم وسوفت. الحين انا حاطط السياره على السوفت ابى اشوف السياره كيف وضعها في اللفات. سياره اريف يعني بدون شك يعني ما تتقارب بالسيارات الثانيات لان الفراريات هذاك يعتبر سبورت وهذه يوتيليتي فيكل يعني استخدام يومي فوضعها غير شويه. اللي لاحظته على السياره هذه طبعا هورس باور اقل عن ال لي 12 سوبر فاست. لي 12 سوبر فاست 800 هورس باور هذه السياره 725 يعني نقدر نقول ان مسوي لها ديتون يعني 75 هورس باور اقل. تقدر تلاحظ هالشيء هذا طبعا اللي عنده سوبر فاست وسايقها وبيسوق هالسياره هذه بيلاحظ ان الهورس باور اقل. وتبديل الجير نقدر نقول انه شوي انعم مش نفس السوبر فاست. والمانيتينو له خمس وضعيات بس مش نفس السوبر فاست. طبعا عندنا سبورت هو الماكسيموم وما في ريس. وضعية الكومفورت والسبورت هني تختلف عن الفراريات الثانيات. يعني يوم بتحط السيارة هناك على الريس يتغير عن أشياء ثانية يعني شو الريسبونس السكان. بس في هالسيارة لا الكزوز يهدى والسسبنشن يستوي سوفت والسكان يستوي بعد نعيم. فتقدر تعرف ان هاي السيارة يعني مسواها حق استعمال كل يوم. طبعا بنحط المانيتينو على بنحط السسبنشن على الهارد بنشوف الجامبينات كيف انطباعا في اللفات على تغيير الوزن. هاي السيارة ان شاء الله صوت يا جماعة مش طبيعي مش طبيعي. صوت 12 سلندر مال فراري مش طبيعي. شيء جميل صراحه. يعني ما اقدر اقول ان في بودي رول في الفراري لان صدق يعني هذا الشيء معدوم في الفراري. هذا شيء نسوه. نفس ما نعرف ان السيارات يتركبا يعني سياره بتتصنع تكون قطعه قطعه على قطعه وتتصنع السياره. فهذه القطع على حسب طبعا المصنع ولا على حسب الاكسبيرينس او التكنولوجي اللي عند هذا المصنع. فهذه القطع يوم يتركبا يوم تيجي السيارة على اللفة بتحس ان في شيء اسمه بودي رول ان هذا الاشياء او القطع مال السيارة يبدأ يتحركان. فانت تبدأ تحس ان السيارة انها شوي لينة على اللفات ولا لا. بس فراري يعني هذا الشيء معدوم نفس ما تعودنا على السكان وايد بريسايس يعني وين ما بتحط السيارة ما شاء الله عليها بتروح. يعني ما توقعت هالشيء يكون في البروسانجوي. يعني أنا متوقع في الفورايتيت متوقع في الفايت والتونايسكس وهذه لا ما توقعت في البروسانجوي. بس البروسانجوي بعد نفس الكلام يعني يوم بتيجي تسوقها فراري بيور فراري
نفس ما قالوا هم بورو سانجوي يعني بيور بلد ما شاء الله سيارة مش طبيعية. بعدين ما علت إذا الناس بيستعملونها كل يوم يعني الأونرز، نفس الوقت ترى السيارة يعني صعب تحصلها، مش سهل موضوعها. الحد علمي أن لازم يكون عندك بروفايل في الفراري، ما يستوي أنك أنت تدخل وتقول لهم أبا بورو سانجوي. والسيارات طبعا ترى برودكشن كار مبيوع، يعني ما أعرف كيف شو الوضع وياهم، خلصين الجماعة. نتكلم عن سعر السيارة هاي، سعر السيارة هذه يبدأ 1,635,000. أنا بتكلم عن السعر في الإمارات، لأن سعر برا الإمارات يتراوح يعني على حسب البلدة، على حسب يعني أمور وايد، تغيير العملة مع المصنع، يعني على حسب هم كم يدفعون. فأنا أفضل أنك أنت ما تحط يعني ما تحط السعر مال الإمارات يعني بنش مارك أو تقارن، لأن كل دولة تختلف والشحن يختلف، أمور وايد يعني يختلف. تبدأ 1,635,000 وطبعاً تتروح فوق. والفراري نفس ما قلت ما في شيء اسمه فول أوبشن. فول أوبشن هذا شيء يعني غلط تقول عن فراري. ليش؟ لأن فراري كاستمايزبل، الألوان يختلف، نوعية الكربون فايبر، لون الكربون فايبر. الحين نقدر نشوف هاي السيارة هذه لون الكربون فايبر لون أحمر، هذا أكسترا عليه تشارج. فكم أنت بتخسر تقدر تخسر، بس هي السيارة يعني كأداء ما تختلف إذا هي فول أوبشن ولا أقل. كلهن ين كربون سيراميك بريكس، كلهن ين يعني نفس الجامبينات ونفس المحرك. طبعا موضوع أن السيارة يعني بتي 8 سلندر هاي إشاعة يعني، وأنا يعني سألت لأن الحين يأكدون يعني لين الحين يقولون أن 8 سلندر ما في. السيارة هذه بتي 12 سلندر وفقط لا غير، وتصنيعها طبعا ليميتد برودكشن هم يسمونه، يعني ما بتكون سيارة ليميتد بس بتكون كمية ليميتد، يعني بدون أرقام، بس السيارة بتكون تصنيعها مش 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 يعني وايد. وأكدوا لي يعني أن السيارة ما تتخطى 2000 سيارة، أقل وايد، يمكن عادي 1,500-1,600 سيارة حق العالم كامل. فإذا أنت بتكلم عن هالسيارة هذه ديماند عليها وايد عالي، الناس وايد يتخبرون عنها. وضعها السيارة هذه إذا بتقارنها باللامبورغيني أورس فرق شاسع، لأن اللامبورغيني أورس نحن كلنا نعرف أن هي أودي آرس كيو 8، نفس المحرك، نفس الجامبينات تقريبا، نفس البلاتفورم بالضبط، بس على شكل لامبورغيني. وأما هذه لا، هاي تفرق، هاي فراري بيور فراري، يعني مش جايبينها من صنع ثاني، كان في المحرك وكان في التكنولوجي ولا كان في الجير. الجير طبعا دول كلتش ثمان غيارات، نفس الجير اللي على السيارات الثانيات مال الفراري، ما في فرق. يعني التكنولوجي مال 75 سنه اللي مسوينها فراري مش بخلين عليكم فيها السياره هذه، وحاطين كل شيء تقريبا، يعني كل التكنولوجي والاشياء اللي تعلموها يعني في ال 75 سنه اللي طافا ترى يا جماعه حطوها. ما قالوا والله هاي أول سيارة فورويل بناخذها يعني سوفت وشوي شوي، لا لا، شوفوا ما شاء الله عليها، شيء مش طبيعي ما شاء الله، شيء مش طبيعي. سيارة يعني الواحد اللي بيشتريها إن شاء الله، اللي الله بيرزقه بيشتريها راح بيستمتع. في أوبشناتين ناقصة عندنا في السيارة، بس طبعا إيه نقدر نشوف إن السكان هذا بدون ال الليتات هذه لا مال الريف، بس طبعا هذا اوبشن، يعني هاي السياره مش محطوطه الاوبشن فيها، وبس تقدر تطلبها يعني يوم تطلب سيارتك تقدر تطلب هالاوبشن هذا. ولا تنسوا تضيفونا في الانستغرام وسناب شات حق البيهايند ذا سين، يعني في خلف الكواليس عندنا. نحن دوم انا دومي قبل ما اصور احط اشياء، يعني يوم استلم السياره احط اشياء يعني مش موجوده في يوتيوب او قبل التصوير. فاللي مهتم في اشياء نفس هالامور هذيلا بنحط لكم باركود وبنحط لكم بعد انستغرام، اتمنى تضيفونا وتخلكم متابعين في هالامور هذيلا عشان يوصلكم اشياء اول باول. في اشياء تراها شورتيا صغيره يعني، فما اقدر احطها في يوتيوب مرات، فافضل احطها في البلاتفورم الثاني اللي هو انستغرام ولا كان سناب شات. سياره روعه روعة روعة أقدر أقول، يعني هاي الضجة والصدعة لهالسيارة هذه
يا جماعة صدقوني مش على الفاضي، صدقوني مش على الفاضي، هذه أقدر أقول أنها من أحسن السيارات اللي جربتها لين الحين. سيارة ما عليها كلام، أبدا ما عليها كلام، وسيارة ترى في الشارع تلفت أنظار بشكل مش طبيعي يا جماعة، بشكل مش طبيعي. ما شاء الله أول مرة تيني سيارة يعني تلفت الأنظار بهالشكل هذا. يعني سيارات جربنا وايد، تعرفون يعني سير اللي جربناها للأسف 90 والسير الثانيات، ما في نفس هالسيارة في الشارع. ما شاء الله كيف تلفت الأنظار الناس، تحسون يعني الناس أنه وايد يحبونها. وما شاء الله يعني أن أول سيارة فور ويل هذه نزلت في فراري، وبعد يوم تخطف على الصارية وهذا بعدهم يعرفون أن هذه يعني تبين أنها فراري، ما يقولون شو هذه وتشابه شيء ولا شو لو يعني شو شكلها، لا لا لا، الصارية يوم تخطف عليهم تسمعهم يقولون فراري يعرفون أن هذه فراري. فشكلها من برا ترى ما في شك سيارة فراري، وبعدها بيور فراري يعني من داخل وسواقتها فراري، ما شاء الله عليها. أتمنى أن هاي الحلقة عجبتكم إن شاء الله، زين، وحطوا لنا أي أسئلة أو عندكم استفسار ولا شيء حطوا لنا كومنت في يوتيوب. طبعاً بحطكم على باركود وإنستغرام، يعني فيديو تسألوني على الدايركت كان في إنستغرام ولا كان في سناب شات. والله يحفظ الجميع إن شاء الله، ونلقاكم في حلقات جديدة في أمان الله.